بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. هل من الصعب أن نصنع فاطمة في عصر مثل هذا العصر؟ هل توجد تحديات كثيرة تمنع تحقق هذا الهدف؟ لماذا لا تعيش المرأة في مثل هذا العصر ومتطلبات هذا العصر وما يطلبه منها هذا العصر أن تحقق فاطمة أو تحقق زينب عليها السلام في حياتها؟ لماذا يجد كثير من الآباء صعوبة في تربية بناتهم لكي يكونوا على خطى زينب وعلى خطى فاطمة؟ هذه الليلة ألتقيكم إن شاء الله في قرية المرخ الحبيبة في مأتم المرخ. تابعونا.